أنه البعض يريد إخلال الوضع في كركوك قبل عدة أيام حصل أيضا اغتيال المدير السابق لدائرة الحماية الخاصة للجبهة التركمانية العراقية، وهو ضابط متقاعد. للأسف كان لدينا معلومات مسبقة ومعلومات استخباراتية من الدولة بأن هنالك استهداف ستطال القيادات في الجبهة التركمانية العراقية، وفعلا حصل ما حصل. للأسف الجهة التي أقدمت على الاغتيال كانت لدينا معلومات من الحكومة ومن الدوائر الأمنية والاستخباراتية بأن جهات حزب العمال الكردستاني تنوي القيام باغتيالات وتصفيات بحق كوادر الجبهة التركمانية العراقية. طيب. هذه ليست من عندي، وإنما وثائق ودلائل تقارير استخباراتية من الأجهزة الأمنية العراقية. عندما يستهدفني يستهدف بغداد، هنا أنا مسؤولية بغداد في الحفاظ والمحافظة علي. لا، إذا ما يقدر يحميني، إذا ما يقدر يحافظ علي، هو عندي راح يكون خيارات أخرى، خلي يديرون بالهم. طيب حساني، شنو خياراتك الأخرى سيد أرشد؟ نعلنها في وقتها إذا ما تصرفوا الحكومة. يعني أنا أقول بصراحة اليوم أستاذ نجم، نعم، التقرير اللي صدرها شرطة كركوك كان واضح جدا، المادة المستخدمة في التفجير بريموت كنترول وبشكل التقرير هذا واضح. البعض كان يريد يسوف القضية بشكل أو بآخر. أي نعم. وأنا أقول من منبرك هذا منبر التغيير نحو الأحسن، مو منبر التغيير نحو الأسوأ، من منبر التغيير نحو الأحسن. أقول قد نفكر بخيارات. إذا الحكومة ما قدرت تكشف هؤلاء الجنات، هذه الأطراف، وإذا ما ساعدتنا قد نطلب دعم خارجي. ذاك الوقت نطلب دعم تركي، دعم إيراني، دعم أمريكي، دعم أوروبي. أكيد هسه راح ينتقدوني، والله هذا دا يريد يدخل الأجانب إلى بلدنا. لا، أنا مو مع إدخال أي أجنبي إلى بلدي. أنا دا أدفع ثمن ولائي للوطن. إحنا لحد الآن دا ندفع ثمن ولائنا لبغداد وللحكومة العراقية. هذه نقطة. النقطة الأخرى موجهة إلى الأجهزة الأمنية. قد إذا ما قدرتوا تكشفون هذه الجريمة والجنات، قد نفكر بالذهاب إلى اعتصامات وإلى مظاهرات وإلى احتجاجات شعبية من كوادرنا من الجبهة التركمانية العراقية ومن شعبنا ومن ناسنا. نعم. وهذه أيضا نذير خطر قد تربك الوضع في كركوك، ولذلك الخيارات مفتوحة أمامنا. هذه المسؤولية أمام الدولة في التصرف. طيب أنت هذه الرسائل الآن يا أستاذ أرشد الصالحي بكلمة قد مبطلة بالتهديد عبر شاشة قناة التغيير، ما ورد إلى أذهانكم أنتم كجبهة تركمانية أن تشكل وفدا كغيركم لتلتقوا بالقائد العام لتضعوا الحقائق أمامه وتستمعوا إلى ما يقوله؟ هذا الطريق الأسلم للحوار. ما أخفي عليك، رجل على مستوى قريب للسيد رئيس الوزراء وملم بهذا الأمر، التقينا معه، وهو الآخر كان مبلغنا بوجود هذه التهديدات والاتصال. نعم، التقيته وواعدني بأنه سيصلون إلى خيوط الجريمة. كذلك
لقاءاتنا مستمرة مع القادة الأمنيين بهذا الخصوص، ولكن لحد الآن النتيجة غير معروفة، لذلك نحن بانتظار النتيجة منذ 4 أيام.